عندما ذكر باب السؤال بالله ذكر هنا السؤال بوجه الله. أهل السنة والجماعة صلى الله يجعلكم وإياكم منكم منهم يثبتون لله وجه حقيقي وعظمته لا يماثل ما للخلق، ويثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى. طيب مع التنزيل، لا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، يعني الجنة أو ما يؤدي إلى الجنة. تقول اللهم إني أعوذ بوجهك من النار، أما تسأل الله سبحانه وتعالى بوجه أثاثا جميلا تؤثث به المنزل، لا. لا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الجنة أو ما يؤدي إليها. نعم.